لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لأن المسلم حينما يأتي إلى الحج وإلى مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ليس شعار هناك يرفع وهنا إلا شعار التوحيد لله جل وعلا والتمسك بالكتاب والسنة، فلا شعارات سياسية ولا نعرات طائفية، والحج ليس فيه إلا الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة والوحدة الدينية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.